السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه اختكم الانتاج، ونورتوني بزيارتكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. مرحبا بكم وشرفتوني بزيارتكم لاول مره يزوروا قناتي. ان شاء الله يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس ليصلهم كل جديد من قناتي. بسم الله وعلى بركه الله. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم هذا الحقن، رايحه نتكلم لكم عليهم وتجربتي معهم. غونال، اسمهم غونال، كما على بالكم غونال هذه يستعملوا هذا الحقن، نوع من الحقن يستعملوهم النساء اللواتي رغبن في الحمل لزيادة فرص الحمل. واش يديروا غونال؟ يعملوا على تكبير البويضة ويخليوها جاهزة أو تصبح جاهزة للتلقيح، قلت لكم لزيادة فرصة الحمل لتكبير البويضات. المهم رايحة نتكلم لكم على غونال وتجربتي معهم، وما ننساش السعر نتاعهم، السعر تاع إبر غونال هذا النوع. هما كاينين أنواع وبلا دوز، يعني كل ما تكون لا دوز قوية تاع الحقن تكون السعر يكون أعلى شوي، يكون غالي. المهم هنايا غونال هذو لا دوز نتاعهم 75، هنايا الجينيكولوج عطاتني ثلاثة. هنا قلت لكم لا دوز نتاعهم 75، ممكن تكون واضحة في الصورة. لا دوز نتاعهم 75 والسعر نتاعهم 350 للوحدة، 350 للوحدة. غاليين هما إبر غونال، هذو أرخص، يعني أرخص، هذو هما أرخص 350 الوحدة، والأخرين يلحقوا غير للمليون وطلع، غاليين بزاف. إن شاء الله أنا نطلب ربي إن شاء الله اللي تستعملهم، خاصة الدواء هذا الغالي، وخاصة اللي ما عندهم لكارت شفاء، إن شاء الله اللي تستعملهم إن شاء الله يفيدوا معها وتهز بالحمل، يعني ما تقعدش غير كل مره تخسر في دراهمها هكذاك في الباطل. المهم انا راح نتكلم لكم على تجربتي مع هذا إبر غونال، وما تكتبوليش في التعليقات انه اللي كيما نجحوش معاك انتيا له تهضري عليهم، كيما في فيديو سابق على الحقن اللي حطيت ميني بور كاين اللي كتبوا لي هكذاك. انا استعملت هذا إبر غونال هذو وما مهزيتش بالحمل عادي، ماشي معناتها انا مهزيتش. كل مره نعاودها لكم في الفيديو، ماشي انا الاولى والاخره اللي مهزيتش من إبر غونال، وماشي يعني اللي تشوف الفيديو ما يطيحلهاش المورال، والله تقدر هي تستعملها راح ينجحوا معاها وترفد ان شاء الله بالحمل. المهم هاني انا كوراج، يعني جيتو تكتبوا لي يعني تعليق مليح تخليوني شويه نكوراجي، شويه نصبر، شويه تعطيني شويه الكوراج، وتوليو تكتبوا لي انتيا ما نجحوش معاكم. المهم انا ما نشتيش نهضر في هذا، والله نعلق على التعليقات بعد ما نقراها، يعني ما تهمنيش، بصح يعني حبيت غير نوضح هذا النقطه. المهم استعملت هذا إبر غونال، هي كل طبيبه كيفاه تقول لك وقتاش تستعمليهم، يعني تستعمليهم طبيعه الحال بعد الدوره، تستعمليهم والله في ايام الدوره، الايام الاخرى تاع الدوره، كل وحده كيفاش تستعمل. ما تروحوش تشريوهم برايكم وتستعملوهم، من الاحسن انه تعطيهم لك جينيكولوج تاعك، والله انت تقولي لها تذكريها بإبر غونال، ممكن راح تكون الحاله تاعك تحتاج هذا الإبر، راح هي تعطيهم لك. المهم هي راح تمشي معك خطوه خطوه، يعني تمشي معك غير بشويه، كاينه ادويه اخرى تبداهم معك. مهم وتبدا كل مره تعطيك دواء يكون اقوى من اللي تناولتيه في الشهر السابق او الشهرين اللي فاتوا. المهم قلت لكم انا استعملت هذو إبر غونال، الاعراض الجانبيه ما عندهمش اعراض جانبيه، ما يمرضوك، ما يديروا لك حمى، ما والو، تستعمليهم عادي كما على بالكم تستعملوهم في البطن تقريبا طوال السره.
الجانب الأيمن للمبيض والجانب الأيسر للمبيض. كل يوم تستعملي وحدة، إذا استعملتيها في الجانب الأيمن الغدوة تستعمليها في الجانب الأيسر، وهكذا. يعني مش اليوم تستعمليها في الجانب الأيمن وغدوة في الجانب الأيمن، لا، يعني كل مرة كل يوم تبدلي المكان. وهذه هي المعلومات كامل على ما أظن، قبل لا يخلصوا لي الدقائق تاع الفيديو. هذه هي المساحة اللي عندي في الفيديو. قلت لكم ما تشريوهمش وحدكم، هذه هي ما تشريوهمش وحدكم، خلي جينيكولوج هي اللي تعطيها لكم، وتروحي عند، يعني تقدري حتى، انا قالت لي طبيبة تقدري حتى تستعمليهم وحدك في بطنك، تقدري حتى تستعمليهم، تقولي للطبيبة توري لك كيفاش تستعمليهم فقط، وتقدري تستعمليهم عادي وسهلين. المهم هذا النوع الصغار هذا، ومن الاحسن انك تروحي تضربها تعملها لك الطبيبه نتاعك، من الاحسن. وكاين نوع واحد اخر يقولها غناء تاع ستيل، وهذيك هذيك تقدر تستعمليها وحدك. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. انا غير قلت لكم بسرعه بسرعه بسرعه، وهذا هما المعلومات اللي عندي على ابر غونال. ونتمنى لي تنتظر، يعني انها حابه تحمل وما حملتش، ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه الصالحه في القريب العاجل، وانا معاكم كامل.